من الأسئلة التي وصلت معالي الشيخ عبد الله، هذا أحد الإخوة يقول: في النوم تأتيني أحلام مستمرة مزعجة، ما توجيهكم في كيفية التعامل معها؟ أنا أذكر لك حديث صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور، نعم، قال: كنت أرى الرؤيا فتزعجني، ينزعج منها. قال: فذهبت فسألت أبا قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: وأنا مثلك، كنت أرى الرؤيا فتزعجني. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا قتادة بأن الرؤيا السوء من الشيطان والرؤيا الصالحة من الله. فالرؤيا السوء من الشيطان، والشيطان كذوب وعدو ويريد إزعاج المؤمن في نومه وفي يقظته. في يقظته: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وفي نومه بهذه الحلوم المزعجة. إذا رأى الإنسان ما يزعجه، ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل؟ عدوا معي. الأمر الأول: ينقلب على جنبه الآخر. نعم. إذا كان على اليمين ينقلب على اليسار، إذا كان اليسار، هذا رقم واحد. رقم اثنين: يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل من كل، مع كل تعويذة تفلة خفيفة على يساره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة: يتعوذ بالله من شر هذا الحلم: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم. رقم أربعة: يسكت، ما يخبر بها أحد ولا يطلب تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يضره. في حديث آخر في مسلم: إذا كان في حلم شديد الإزعاج، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويطلب من الله تعالى أن يكفيه شر هذا الحلم. نعم.